مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد، والتي نتحدث فيها عن الدور الذي تلعبه في موريتانيا في مجموعة الساحل والصحراء على ضوء استقبال كلية الدفاع التابعة للمجموعة بنواكشوط 37 ضابطا من دول الساحل، وعلى بعد السابع أيضا من قيادة موريتانيا للمجموعة العسكرية لدول الساحل. إذن على ضوء هذين الخبرين، ما الدور الذي يمكن أن تقوم به موريتانيا، وما مستقبل مثل هذه المجموعة أيضا في تحقيق الأمن في هذه المنطقة المضطربة بين قوسين؟ معنا إذن للحديث عن هذا الموضوع البخاري أحمد محمد مؤمل الباخر، عفوا، الباحث والخبير الأمني. أستاذ بخاري، أهلا وسهلا بك. في البداية، ما أهمية هذه المدرسة وما الدور الذي يمكن أن تقوم به في التأهيل والتكوين العسكري والأمني؟ شكرا على الاستضافة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المدرسة هي أول نوعها، ليس فقط في موريتانيا ولا في المنطقة، ولكن أيضا في العالم. كيف؟ لا نقول لك، هي تسمى معهد دراسات دفاع، ومعاهد دراسات الدفاع الموجودة اليوم كلها وطنية بحتة، بينما هذه عابر الحدود، غير وطنية، تشمل عدة دول، الدول الرابحة يعني التي لها متدربون فيها، وأيضا بتعاون مع هيئات عالمية ودول أخرى. فإذا عجبني اليوم تعليق سمعته في إذاعة دولية، قال واحد بأنها معهد دفاع عابر للحدود يرى النور في كثبان موريتانيا. إذا هذا البعد اللي متجاوز الحد الوطني. لا يتحل معاهد الدفاع عبر الحدود كثيرة جدا، يعني كلية. لا لا لا، كلها وطنية، كلها وطنية، ولكن موجودة في بريطانيا. نتحدث عن العالم الآخر، لا نتحدث عن بريطانيا. في بريطانيا معهد الدفاع الوطني والولايات المتحدة كلها معاهد وطنية تشرف عليها الدولة ومولة الدولة، صحيح بأن تستقبل متدربين من الآخرين. يا غير هذه إدارتها وتسييرها وتمويلها، وهذا كله دولي. هذا هو المعنى، وبرامجها كذلك. إذن هذا هو المعطى، الخصوصية الأولى لها، وتتبع لهيئة جهوية، لا تتبع للدولة الموريتانية. تتبع إقليمية تقصد؟ أيوة، هي إقليمية، تتبع لهيئة إقليمية من حيث الإدارة ومن حيث التعاون والتشارك والتعامل، أيضا علاقتها مع الغير، الهيئات الدولية والبدالة أقوى، يمكن أن أقول قاعد بأنها أقوى مع علاقتها بالدولة الموريتانية. جيد. ما الدور الذي يمكن أن تقوم به هذه المدرسة على صعيد التكوين الأمني والعسكري؟ وتعلم أن هذا المجال هو مجال مهم جدا، والعديد من الدول خاصة الدول الإفريقية وما يوصف بدول العالم الثالث هي بحاجة إلى هذا التكوين الأمني والعسكري أكثر من أي وقت مضى. لنعرف بالضبط ما هو دورها، نجب أن نذكر بمسلسل تكوين الضابط بشكل عام. مسلسل تكوين الضابط بشكل عام فيه مراحل معروفة. مرحلة أولى ينقال المرحلة الأساسية أو المرحلة القاعدية، ثم مرحلة التخصص يتغير. تأتي في كلية الضباط عادة. أيوة، كلية الضباط هاي اللي يبدأ واحد مختلف الأسلحة عندنا. أيوة أيوة. ثم التخصص احنا نسموه التطبيق، وبلدان أخرى اللي متأثرة بنظام الفرنسي تسميه التطبيق، بلدان أخرى عند الأسامي. ثم دورات التمهر، ثم بعد ذلك مدرسة الأركان، قيادة الأركان ومدرسة الأركان، وتأتي مدرسة الحرب، ومن بعدها كلية الدفاع. وهذه طيب المدرسة، طيب إلى أين تنتمي هذه المدرسة؟ هذه في الصنفين الأخيرين، تجمع بين مدرسة الحرب وكلية الدفاع. كلية الدفاع على المستوى الاستراتيجي، لا هي فوق كلية الأركان. احنا عندنا أيضا كلية للأركان، وكانت عندنا قاع موريتانيا. الخاصية الأخرى اللي كنت أفيدها وفيها مفارقة مع ما قلته سابقا، بأنها ذات طابع دولي عابر للحدود، ولكنها المشروع مشروع وطني أولا قبل كل شيء، لأن موريتانيا فكرت فيه وأقرت إنشاء كلية للحرب قبل إنشاء مجموعة خمسة. لكن عندما أنشئت مجموعة خمسة طالبت بأن تفتح لها الأبواب، وافتح لها الأبواب وأصبح مشروع إقليمي. إذن هي كلية الدفاع بالأصل هي كلية موريتانية بالأصل، أيوة بالأصل مشروع موريتاني، ولكن موريتانيا فتحت أبوابه وتنازلت عن سيادة أهلي وأصبح تابع لمجموعة خمسة. جميل. طيب، ما هي أهم الجوانب التي يتم فيها التكوين في هذه في تكوين الضباط في هذه الكلية؟
هي تكوينها واضيف شويه مجالات تكوينها واختنا اعطي معطيات دقيقه شوي حول هذا البعد اللي سميته عابل للحدود من حيث المتدربين فيها كيف يتم توزيعهم ومنهم والمكونين ايضا من هم وكيف يتم توزيعهم. المتدربين يتم توزيعهم حسب مشاركه البلد في الدفع المالي وموريتانيا تدفع 34% من الميزانية السنوية. الدول الأخرى المشاركة الأربع كلها تدفع 16.5%. تقصد ميزانية الكلية أو الميزانية الكلية للمجموعة الساحل حتى؟ لا 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 الكلية 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 فقط مجموعة الكلية فقط. فهمت الآن. إذن 34 لموريتانيا و16.5 للدول الأخرى، وبالتالي إذا هذا يعني أنه نسبة التمويل لموريتانيا هي الأكثر. نسبة التمويل هي الأكثر وعليه مشاركة المتدربين ستكون هي الأكثر ستكون هي الأكثر. حال موريتانيا عندها 14، مالي عندها 7 ودول الأخرى كلها عندها 5. لماذا مالي عندها 7 ودول الأخرى كلها عندها 5؟ لأن أيضا فتح باب، يعني يمكن للدولة إن طلبت زيادة متدربيها يفتح لها الباب على شرط أن تدفع التكلفة المقابلة لذلك المتدرب. وفي السنة هاي موريتانيا طلبت 3 ومالي طلب 2. طيب هذه المدرسة بالإضافة إلى قيادة موريتانيا لمجموعة الساحل أو المجموعة العسكرية لدول الساحل، وهي قيادة يعني استلمت مهامها قبل أسابيع قليلة، ماذا يعنيه ذلك؟ هل يعني هذا أن موريتانيا ستندفع أكثر في مجموعة الساحل وسيكون دورها يعني بارزا أكثر من أي وقت مضى؟ هذا بعد أنا ومتصدراً أنا بعد هذه هي قراءتي شخصياً، وأن موريتانيا فعلاً علماً أن هي كانت من أسست فكرة التأسيس مبادرة منها، فكرة تأسيس مجموعة 5 مبادرة منها، ولكن ذيك المبادرة أيضاً تم لا تتعمق وتتوطد حتى أنها أيضاً للحق البعد العسكري اليوم هي لعبة فيه دور كبير وفي مفارقة. موريتانيا تقود حال مجموعة 5 الجناح العسكري وفيها هذه الكلية، ولكن القطاع اللي يعني موريتانيا القطاع اللي الحدود الموريتانية المالية هو بالدرجة الثالثة من حيث الأولوية. الأولوية اللي عاطية مجموعة 5 واللي عاطية الممولين والفرقاء والمتعاونين مع مجموعة 5 الأولوية لأي مقطع؟ للقطاع اللي يسموه القطاع المركزي اللي يشمل الحدود المشتركة بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو. الأولوية الثانية للقطاع الآخر الشرقي اللي يسموه القطاع الشرقي اللي بين تشاد ومالي. والأولوية الثالثة والأخيرة هي القطاع اللي يشمل بين موريتانيا ومالي. هذه في تعليلات كثيرة. طيب وتكثر حول الآراء. هذه معلومة مهمة جدا. هل يعني ذلك أن الصدارة التي نراها الآن لموريتانيا في هذه المجموعة لن تنعكس على البعد العسكري، بمعنى أن الدور العسكري الموريتاني سيبقى محكوما بهذا القطاع الذي لا يعتبر أولوية؟ أو ربما يكون الدور اللي جعله في الأولوية الثالثة يتغير أيضا باندفاع موريتانيا أكثر إلى هذا. وهذه التعليل من التعليلات التي تذكر بأن المخاطر على الحدود الموريتانية أخف هي من المناطق الأخرى، وهذا من محل المنظور العسكري المنظور الاستراتيجي مقبول تماما ومبرر. ولكن لماذا أقل؟ ألا تنشط أو توجد بالأحرى المجموعات المسلحة في الشمال المالي قريبة من الحدود المشتركة بين البلدين؟ المشكلة ليس قربها، المشكلة بأنه هو أنها ما تتعرض للمضايقات في القطاعات الأخرى. أين الملل؟ أين النفع؟ سيكون القطاع اللي أقل عليه تركيز وهذا هو اللي تتخوف منه موريتانيا وتتخوف منه المجموعة، وأرجو أن يؤخذ في عين الاعتبار وأن يكون للقطاع حدود تشمل نحن هي ومالي أيضا تعطى أهمية كبيرة جدا ومتواصلة التقوية. طيب كما تعلم هنالك حديث متجدد عن أن هذه المجموعة تقوم بين قوسين بحرب وكالة عن فرنسا بعد أن فشلت في الشمال المالي. هل هذه المقولة؟ هذه المقولة الخلطة اللي كانوا يقولوها تراجعوا عنها. لنكون صريحين، هذه المقولة أول ما قالها بعض الأطراف المعارضة هون في موريتانيا في البداية، وذكرتها والله اللي عنها أصبحت تراجعت عنها وتراجع عنها الجميع بأن هذه مفهوم حرب الوكالة الناس كانوا وفات منه خلاص. لماذا وفات منه؟ لأنه ما تذكروا لا خرص الخلطة اللي بغض النظر عن من يذكرها يعني لا 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 أنا أحدثك الآن عن موضوع، وقبل يوم أو يومين تصريح لوزيرة الدفاع الفرنسية في تشاد على ما أذكر
قالت فيه أنها أصدرت أوامرها، تقريبا تعبير قريب من هذا، ما معنى أصدرت أوامرها للمجموعة العسكرية لدول الساحل بالبدء بعملياتها؟ لا 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 لا, 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 لا هذا تأويل الكلام، هي ذكية. يعني ما الذي قالت؟ ما سمعته يا غير، استغرب تمام بأن تقول أنا أعطيت أوامري لمدة، ما تقدر تقول بأن تقوله لا، حالا تنقز بمحلها وتعود رواية ذكاء يا غير. أنا اللي أتكلم عن نحن هون موريتانيين، هذه القضية ذكرت، هي حرب الوكالة ذكرت لما كانت القوات الموريتانية تدخل إلى الحدود الموريتانية وتطارد الجماعات هنا على شأن أن تبعدها من موريتانيا. أنا ذكرت بعض الأطراف السياسيون ولا يجح ذكروا جميل منصور، ذكروا بدر الدين، ذكروا أحمد دادا، ذكروا هذه الجماعات ذيك اللي كانت تسمى ذيك كان شعر. حينها عام 2012 يعني ظروف حينها اليوم تنازلوا عنه تماما، وفي عيد القوات المسلحة كاملين تسابقوا إلى تقديم تهانئهم للقوات المسلحة على ما حققت من الأمن. هذا موضوع آخر، يعني تهنئة القوات المسلحة لا يتعلق، لا تتعلق به، لا علاقة بينه وبين الموضوع الآخر. لا يمكن أن تنتقد مشاركة موريتانيا أصلا في مجموعة الساحل دون أن تكون لديك موقف سلبي من القوات المسلحة. لا لا لا، القوات المسلحة هي التي شاركت وهي التي طاردت وهي التي تدخلت. طبيعي إن يعني كانت وقعت حرب بالوكالة للقوات المسلحة التي نفذت الحرب بالوكالة، وحينها كنت في القوات المسلحة وكنت في الحقيقة اشمئز جدا وتضايق من هذا الطرف. اليوم والاتهام اليوم على القرار، يعني حتى نفهم، يعني حتى لا نخلط الامور، هو الاتهام للقرار السياسي وليس للاجراء العسكري. انا قد اتهم النظام باجراء معين يتعلق بالقوات المسلحه ولا ينطبق الامر على القوات المسلحه. اذا القرار السياسي، اذا الموضوع واضح، فرق واضح بين القرار السياسي منين، يعني يكون يعني الامور الدفاعيه يتمثل في إجراءات دفاعية، والحديث عنه من خلال الإجراءات التي يتمثل فيها ويتجسد عبرها. لا يمكن أن نتحدث عن قرار بدون أن نرى تجسيداته وهي تتكلم. أنا ضال عن هذا الموضوع. طيب، الحرب بالوكالة واتفاق مع القاعدة السرية وذيك الروايات كاملة. لا، مسألة الحديث عن حرب الوكالة الآن اسمح لي لا يتعلق ب لا يقارن بمسألة القاعدة. هذا موضوع يومي في الإعلام الغربي، وأنت تتابع الإعلام الفرنسي. لا لا، الحديث عن مطرح الإعلام الغربي، حرب الوكالة مطرح الإعلام الغربي، طرحوها ساستنا احنا هون، وقل كان جدا جدا. أنا بحثت عن أصدائها في الإعلام الغربي تكاد أن تكون معدومة. اللي كان عنده في الإعلام الغربي كانت عنده أصداء، ذيك المحاولات أيضا اللي خلقته جر الربيع العربي وذيك الروايات، ذاك موضوع آخر، ولو عنده أثر مباشرة على الأمن. طيب، لا، هو السؤال الآن هو ما مصلحة دولة مثل موريتانيا مثلا، حتى نخرج من هذه النقطة يعني إلى النقاط الأخرى، ما مصلحتها في الاندفاع الآن من جديد في موضوع الحرب في الشمال المالي وغيرها، طالما أنها تؤمن حدودها بشكل جيد ولا توجد مشكلة؟ اترك القاعدة أو لا لا المجموعات ما تركتك، هذا الشعار بين قوسين. لا لا لا، هل هو منطلق، هل هذا المنطق سليم لا من ناحية العسكرية والأمنية؟ هذا طرح يخص حد يشوف من وراه شوي. تأمين الحدود مفهوم نسبي، الحدود لا تؤمن أبدا، لأن المشروع الأمني، والله الإجراء الأمني مشروع مركب ومعقد ومتغير دائما. إن كنا آمنين في هذه اللحظة بعد 5 دقائق يمكن أن يخلق تفجير، لأن الإرهاب من صفاته بأنه معدوم المكان ومعدوم الزمان ومعدوم الصفات، في أي لحظة يمكن أن يقع. وهذا احنا دائما تحت ظل التهديد الإرهابي، رغم ما تم تحقيقه احنا دائما تحت ظل التهديد الإرهابي. والتهديد الإرهابي مصيفته هذه صعوبة تعريفه بم جانب آخر، ولا أيضا نسان فيه بأن عابر للحدود، وعابر للحدود يعني جميع البلدان وخاصة بلدان المنطقة. هاي الجماعات اللي تحارب نحن فيها داخل فيها موريتانيين يحاربوا فيه، وهي تحارب من مالي وتحارب من يمكن أيضا ترجل. إذن محاربتها أيضا لا تكون عابر للحدود، إذا كانت تحارب عبر حتى أيضا محاربة، وذلك معناه لا. والسؤال لماذا أدفع، والسؤال لماذا أدفع بجندي موريتاني جايك جندي موريتاني، ماذا أدفع بجندي موريتاني إلى حدود أخرى خارج بلدهم دون حاجة إلى ذلك؟ جايك دفعنا بالجدود الحدود الموريتانية، الجنود الموريتانية إلى خارج الحدود. اليوم ثمرته هي اللي احنا فيه، هو اللي عنا الحمد لله من 2011 إلى اليوم ما خلقت فينا عملية. هل هذا يكفي؟ لا لا يكفي، لا يكفي. يجب ايضا ان انتم دائما ملتقين الحذر وخايفين من يخليك شي داخل حدوده. طيب، ومتاهبين ان يخليك ان نتصرف بسرعه وباقل كلفه. وهي الناحيه اسمح لي شوي نختار يخلق عليها التركيز، عندنا تعود عندنا قوه عسكريه ومدنيه واعلاميه قادره على التصرف باسرع ما يمكن في حال وقوع حدث ارهابي. طيب، سنعود الى الموضوع بتفصيل اكثر بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، ابقوا معنا. We'll be right back.
نبغوا الدولة ترد علينا اللفت وتعطينا شيء له حلو فيه يبردوا عضلاتنا ويبردوا عضلات أخوتنا. الدنيا رايح قاد ما هو حد كره حديد. ما شاء الله خير معرّة. المهم إننا تعبوا تو هوا قد نقوله والمولى ما قد نقوله. مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم معنا من جديد في الجزء الثاني من برنامج المشهد والذي نخصصه للحديث عن الدور الذي تلعبه في موريتانيا بمجموعه الساحل على ضوء بدء كليه الدفاع التابعه للمجموعه في استقبال مجموعه من الضباط من هذه الدول وبالاضافه طبعا الى قياده موريتانيا للمجموعه العسكريه. معنا استاذ بخاري احمد محمد مؤمل خبير امني واستراتيجي. استاذ بخاري هذه القوة العسكرية لمجموعة الساحل جاء تكوينها وإطلاقها الآن بعد تقريبا ما يوصف بأنه فشل لعمليتين عسكريتين قادتهما فرنسا خلال السنوات الماضية منذ عام 2012 في الشمال المالي. برأيك هل هذه الدول تريد أن تنغمس في مشكل أكثر سيعقد المسألة أكثر في ظل فشل الفرنسيين وقد تدخلوا عسكريا بشكل مباشر، ألا يعني ذلك أن هذه المجموعة العسكرية ستكون فرصها في الفشل أكبر من فرصها في النجاح؟ أنا أولا كلمة الفشل هذه تحطوا عليها، يسوى فشل الفرنسيين ويسوى فشل هذا، لأن فرنسا حين تدخلت كانت ما يسمى بالقوات الجهادية بين مزدوجين. أنا الجهادية ماني أعطيها له، أنا ماني أعطيها للجهادية ما قلت عنها مسلحة، خلينا نقول مجموعة مسلحة مسلحة مليك فيها فرق، يعني هم تنقالوا اللي يدعوا عنهم يحاربوا باسم الإسلام، ما اللي في مجموعات أخرى مسلحة قوات وكذا وكذا وكذا، لأن هم اللي يعزلهم حقيقة إلا كلمة الجهاديين والإسلاميين، وأنا بعد ذلك بين مزدوجين. حين تدخلت فرنسا كانوا هم على أبواب باماكو، وكانوا مستهدفين باماكو، وفاتوا احتلوا ثلثين من مالي، من دري كانهم اليوم محتلين ثلثين من مالي، من دري كانهم اليوم مهدين باماكو، لا. أنا ظاهر لي عني اللي كان الهدف من فرنسا هو عنها إنقاذ الدولة المالية من أن يحتلوهم عنها نجحت، نجحت فيه، إن كان هدفها هو القضاء عليهم نهائيا فشلت، ظاهر لي عن لا ذا ولا ذاك، ما فشلت نهائيا ولا نجحت نهائيا. إذا حد يقيد المصطلح شوي. وعليه وقال لي أيضاً عن الدول الأخرى المجاورة لمالي أنها تخاف جداً من هذه المجموعات وعنها قضية محاربتها على مدى طويل، لأن ظاهرة الإرهاب يقول فيها أستاذ سفير هون السابق موريتاني أحمد عبد الله يطرح فيها طرح أنا زين عندي، يقول عنها ظاهرة دورية لا تخلق فترة من الزمن وتعقب تنتهي فترة أخرى من الزمن. أنا ماني قايل أنها تنتهي غير قايل أنها لا يتغير لونها. أنا في شبابي كان الإرهاب يوصف بأنه أحمر ينضاف الحركات التحرك والدول الشيوعية. بعد ذلك ظهرت الحركات البيئة محافظة على البيئة ونقال عنها إرهابي ونعطي له لون أخضر. اليوم نقال عنه إسلامي ونعطي له لون الأزرق الإسلامي. نلاحظ اليوم موازة لهذا بأن الحركات الشعوبية أزرق الحركات الشعوبية في أوروبا اللي تحارب الغير يسوى إسلام يسوى أفارقة يسوى المجموعات الشنفونية اللي كانت المجموعات الشنفونية الآن هي اللي عند التوجه العام وقال لي عن اللون المقبل للإرهاب أنه لا يعود بلونه هي هذه ما هو قاعد يعود إسلامي. إذن هو متلون كل فترة وإرهابها اليوم إحنا فترة إرهاب يسمى بجهادي بكرة لا يعود إرهاب يسمى شوفوني متطرف أو ترومبي إلى آخره. طيب يطرح الآن في هذا السياق. طيب إذن حتى لا أتجاوز الجزئية أخيرة من سؤالي، يعني هل هذه الدول مؤهلة فعلا أن تحقق قضاء على هذه المجموعات المسلحة بنظر إلى الظروف التي تحدثنا عنها سابقا؟ السؤال اللي ما هو مطروح به اللي طبيعة الدول هو الحفاظ على سلامتها، مرغمة مؤهلة أو ما هي مؤهلة ما عندها خيار آخر. هذا شيء حتمي. واليوم التوجه العام هو التشارك في الوسائل
محاولة عن جمع الوسائل بين الدول، وخاصة ضد ظاهرة عبر الحدود، من أيضا محاربة تكون عبر الحدود. طيب ننتقل إلى موضوع مهم جدا وكثر الحديث عنه عند إطلاق المجموعة العسكرية لدول الساحل، وهو التمويل. نتحدث هنا عن التمويل الدولي، برأيك لماذا هنالك عزوف من الأمريكيين عن تمويل هذه المجموعة، بل تلك أيضا وتباطؤ فرنسي حتى وأوروبي في تمويلها؟ أنا لماذا؟ نختار نسبه بقضيه امريكا اللي مرتبطه اللي كنا نقوله ذلك. امريكا الحكم فيها حالا يسير في هذا التوجه اللي انا خايف يعقب عود، هو الارهاب ولا يولد الارهاب. نظام ترامب هذا اللي شعار انا اولا، انا عينه على امريكا ومن ثم هو وهذا امريكا عازفه عند اللي كان تقوقع، يعني سياسه تقوقع على الذات، عند تقوقع على الذات وعازفه عند اللي كان متعدد الاطراف، كان متعدد الاطراف هي انسحبت منه، انسحبت بعون مجموعه الانوروا وغيرها، الانوروا مجموعه اليونسكو حتى منظمه التجاره العالميه، كل شيء كل شيء هذا سياسه متبعها مجلس حقوق الانسان والصلح من ان يحكوا في اوروبا وحدين اخرين يشوفوني كيفتهم التموقع على الذات الانكماش على الذات، وهذا هذا قضيه مطروحه، وهي ما هي ضد قاع التمويل، غير ضد عنه يكون تابع للامم المتحده اللي هي رفضت الامر على عرض الامر على عنها اعطي 60 مليون غير بشكل ثنائي، ما هو بشكل متعدد الاطراف، به اللي جعله على الامم المتحده يعطي مصداقيه ويعطي هيبه استقلاليه لحد ما لا استقلاليه بصوره مطلقه عن الممولين اقصد، يعطي بان تصبح الامم المتحده ملزمه بتمويلها، وتصبح هي ايضا من ناحيه القانون الدولي عندها مظله ميثاق الامم المتحده وتعمل، وهذا هي قاعده امريكا وحقها الصبح لا يقول عن الامم المتحده عنها بلا فائده وعن حد يقضي عليه، وهذا كان ترامب بناء على منطق ترامب اللي هو منطق بينما فرنسا عملت بكل ما لديها من قوه، بل عنها تعود تحت رايه الامم المتحده، ولا قصرت في تمويلها ولا قصر الاتحاد الاوروبي، وهم قبلوا ياسر الوعود غير بين الوعد بمعطى الفضه وتدخلها في اللبنة واستهلاكها فرق كبير، وهي فعلا تعاني من مجال التمويل، يا غير بعد الكليه العسكريه اللي احنا كنا شاهدنا اخبارها قضيه تمويلها تقريبا انحسبتها، قضيه تقريبا انحسبتها. بالمناسبة بالحديث عن هذه الكلية، من يمول هذه الكلية؟ هو تمويل ذاتي كلي أم هنالك أطراف دولية عربية مساعدة؟ هو التمويل كيف قلت لك الميزانية، يعني سمعت في تمويل إماراتي أو شيء من هذا القبيل؟ فعلا لحد الآن الإمارات هي اللي أعطت أكبر تمويل، بهاللي هي اللي مولت البناية اللي فيها الكلية، المقر هي اللي مولته هي اللي بناته وكلف 800 ملايين يورو. فرنسا علنت عنها للي ذكرت خاصة تكوين المكونين وتكوين والدعم التربوي، عن ذكرت ما يقارب 1 مليون يورو. الاتحاد الأوروبي زاد هو أعلن عنه لا يعطي ما قيمته، والله أعطاها فعلا ما قيمته 1,200,000 يورو. المبالغ زهيدة حتى الآن، لا ما هو زهيد عن المساهمات الغربية، لا هذا ما مليون يورو، ما هو زهيد 1,000,000 يورو، حوالي 400 مليون وقية، هذا رواليك منين ترجعوا لعملتنا احنا زهيد مقارنة بالمساهمة الإماراتية يعني. لا صحيح مقارنة بعيد منها، أنا قاعد أخترت نسبك. ألمانيا أعطاها تقريبا نفس الشيء زاد هي في الأثاث، إذن المدرسة حاجات الأساسية من أجل عنها تبدا حصلت عليه، وميزانيتها متكلفين بها الدول الاعضاء حسب التوزيع اللي قلت لك. التسييريه تقصد يعني. ميزانيه التسيير حق الدول الاعضاء اللي قلت لك حسب التوزيع اللي قلت لك. موريتانيا 34%، الدول الاخرى كل واحده منها 16.5%. طيب برأيك يعني حتى لا نتجاوز نقطة التمويل، ما تأثيرها على العمليات العسكرية، طالما أن هذه العمليات العسكرية هنالك حديث عن أنها بدأت أو ستبدأ، ما تأثير هذا مسألة التمويل على تنفيذ العمليات العسكرية؟ لنير دلاجير عصب الحرب اللوجستيك، عصب الحرب اللوجستيك، واللوجستيك الفضاء هي تمويل، إذا كان ما في تمويل ما في عمليات عسكرية، واليوم التمويل الجنوب مختلفة جدا، لازم التمويل ولا في خيار غيره، لازم أوروبا وأمريكا هم اللي يجب أن نكون واقعيين، هم ما يدورون على جمال عيوننا، لا يدورون على مصالحهم، ولا يحاولوا عنهم يمولوا محاربة الإرهاب حسب ما يقتضيه مصالحهم هم،
هم ما يدوروا يقضوا ما حقا قاعد ما يدوروا يقضوا الهرم النهائي. طيب يدوروا يسيطروا عليه في حدود ما يضرهم هم، احنا بلداننا. طيب والسؤال المباشر او العاجل في هذا الموضوع، لماذا لا تقوم دول الساحل نفسها او تكون مؤهله يعني منطقيا ان تؤمن حدودها بنفسها، وبالتالي تحقق مستوى من التنسيق الامني والسياسي ما يقلل على الاقل من الحاجه الى وجود تمويلات خارجيه، مفروض ان المنظمات الاقليميه تمثل هذا الامر. هذا هو السر، هذا هو السر، هو المغزى من تواجده في اطار اقليمي موحد سماه مجموعة جامعة خمسة. مولنا عدلوا يديروا هم جهودهم بطاقة واحدة، يعودوا مولوا يأمنوا بها حدودهم حسب الإمكان، يا غير ملي متأكدين عن المخاطر اللي تهددهم هم، تهدد الآخرين. أوروبا أهم التهديد اليوم ما هو الإرهاب، أهم التهديد اللي يسموه الهجرة، الهجرة غير الشرعية. وإحنا هذه ما هي أهم شيء نعانون، إذن لا بد دائما في المفاوضات، بالعكس أحيانا مستفيدين منها المفاوضات بين الساسة وبين الدول وبين الرؤساء، هذا كامل لا له عالجو، ما هو لا يعلنون بالرأي العام غير كلها، إذن يمكن تكون مقايضة برأيك، مقايضات ومناورات وكامل كلها يشوف الأمر من مصالح. طيب أنت أشرت قبل في أثناء حديثك عن أن هذه الكلية ستؤدي دورا غير مسبوق في المنطقة، هنا شرط قضية الجوائز عفوا الشهادات وغيرها. نعم تحدثت قبل البداية. نعم 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 قلت أولا عن هي طبيعتها لأنه معهد عابر للحدود، عن هذا غير مسبوق، وهي فعلا لا تعود تعطي شهادة الحرب اللي معروفة تعطي الأكاديميات العسكرية، غير ملي تعطي شهادة مدنية، شهادة مدنية مستوى عالي. حالا في السنه هذه منتشر لا تعطيش يقولوا ام بي ا ماستر بزنس اوف ادمنستريشن، لا تعود تعطيه، وهذه شهاده معترف بها دوليا وتنعطى للمحترفين، ابتداء من السنه الثانيه لا تعود تعطي شهاده جامعيه ماستر اثنين بالتعاون مع الجامعه الموريتانيه، هاي لا تعطيها بالتعاون مع هيئه اجنبيه، اتوقع بان تعود ربما هذيك هيئات تكوين في فرنسا، وهذا كامل مهم بها اللي اليوم الشهادات العسكريه سواء اي كانت عندها تكافؤ، هي عندها ارتباط بالحياه المدنيه وعندها تكافؤ مع الشهادات المدنيه، عندها تكافؤ مع الشهادات المدنيه، مثلا شهاده الاركان تساوي ماستر رقم واحد، هذا المشترك كامل، احنا ما كان معترف بها عندنا، والاركان الحرب ماستر رقم اثنين الى اخره، هي ايضا توجه شهادات مدنيه ومقعتهم مقعينهم رؤساء الجامعات والهيئات المدنيه، يحملوا توقيع مزدوج، توقيع صاحب الكليه العسكريه وتوقيع الجامعه الشريكه في التكوين وفي الامر. طيب لا نريد أن نتجاوز هذا الموضوع وقد أشرف البرنامج على الانتهاء، دون أن نشير إلى الحادثة الأخيرة يعني المتعلقة التي تعرضت لها دولة موريتانية قبل أسابيع على ما أذكر أو شهرين، وأخيرا قيادة الأركان أعلنت عن إلقاء القبض على المتهمين. برأيك هل حسمت هذه الحادثة أو حسم بيان قيادة الأركان حينها يعني أن المسألة لا تتعلق بمسائل إرهاب إنما تتعلق بمسائل جنائية؟ هذه هي الاشكاليه، هي الاشكاليه، وفات الاركان الوطنيه واخذت بيان سابقك بشهرين بعد الحادثه السابق الحادث اخذت بيان بشهرين، قالت عن المنطقه العسكريه المحظوره لعنها منطقه شهد في الفتره الاخيره اقبال عليها الباحثين عن الذهب المتنقل هذا، واقبال عليها الترافيكان او المهربين، ولاحظ ايضا عن فيه تواطؤ بين المهربين وهو خلطه لواه تذهب والجماعات الارهابيه الاخرى المسلحه، اذا هل عندهم به علاقه او ما عندهم به علاقه؟ الشبهه قائمه ولا شك بان التحقيقات الامنيه والقضائيه سوف تعطي الجواب. طيب البخاري احمد ومحمد مؤمل الخبير الامني والاستراتيجي، شكرا جزيلا على مشاركتكم وعلى هذه المعلومات القيمه. مشاهدينا الكرام اقول لكم تحيه فريق البرنامج والى حلقه قادمه من المشهد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.